أهون كرر المسائل، افتح كذا، ادخل على الموقع واختبر اختبر. 80% نجحت، 80% ينقلك الاختبار الثاني، فصرت تعيد من جديد، لا مانع تعيد هذه المسائل وتكررها حتى تثبت باذن الله تعالى. اذا احد عنده اشكال يرجع لي. طيب نعم، هاي الشيء. طيب الشيخ، اذا طيب ماتوا جميع، وانت ما عرفت من سبب، تركه لمن خلاص نبحث عن ورثه غير ورثتكم. لا لا، الحين اللي في السياره كلهم هذا لا نورث الزوج من الزوجه ولا الاولاد. نبحث ابن عم، مفهوم عمه، خاله اذا لا يوجد الوالدين والوالدات. طبعا ورث من دولة ابحر. غيره. نعم اخي. السبب الرابع يا شيخ، بيت المال المسلمين. تعطيه اذا ما وجدنا في بيت مال المسلمين موجود في المحكمه الان. بعد عمر الطويل في طاعه الله القحطاني ذاك ما وجدنا احد. لا ذوي الارحام ولا وارثين ولا وارثات. يذهب المال الى بيت مال المسلمين موجود في المحكمه. غيره. نعم نعم. حكم تاخير القسمه. ايش؟ تاخير القسمه. يا اخي تاخير القسمه نحن نحث الورثة أن يعجلوا القسمة، ممكن يأخروا لغرض، قالوا والله الآن كورونا والأسعار نازلة ولو بعنا البيت ولو بعنا السكوية الآن ما تجيب شيء. فخلينا إلى أن ترتفع الأسعار قليلا أو تتعدل الأمور. نقول يا أخوان اتقوا الله، ما حد يدعو بغلاء الأسعار، ادعوا الله أن يطرح لكم ايش؟ البركة، لأن الإنسان اليوم عندما يشتري أرض، قحطاني أول ما يشتري الأرض يفكر في ماله. يفكر لا يفكر يقول يا رب ترتفع الاسعار صح؟ حتى تكون ارضي بكم؟ ب 10 مليون صح؟ هذا خطا لاننا ندعو الله ايش نقول؟ ندعو الله بايش؟ اللهم اذهب عنا الغلا. كيف تدعو ترتفع الاسعار الله يهديك؟ ادعو الله بايش؟ ان يطرح فيها البركه، هذا افضل من كل شيء، لان ارتفعت الاسعار ما استطاع ان يشتري ارض ثانيه، ما استطاع انه مثلا يبنيها، مفهوم؟ فهمت الشيخ؟ تدعو بايش يا شيخ قحطاني؟ بالبركه، نعم. ها. يقول اوصى صالح بجميع اموال الابن الاكبر. لا وصيه لوالد، نلغيها كانه ما اوصى. اوصى هنا من الناس. قال اوصي ببناء قبه على قبري. ننفذ الوصيه؟ لا هذه وصيه محرمه. نعم. قال اوصي بان تصنع بعد موتي البدع والمحدثات. ننفذها؟ لا ابدا ما تنفذ. لو اوصى بمسجد خلاص تخرج الثلث وما زاد للوقت. غير. يا شيخ وش الميراث المفقود؟ ميراث ايش؟ المفقود قلنا فقد، خرج من البيت ولا ندري اين ذهب. جاله صاروخ، قتل، خطب، مات، شرد، ما ندري. مفهوم؟ نعم. لا يجوز اخراج اكثر من ثلث للمسجد. ابدا. اذا ما كان الوصيه بالثلث فاقل. ما تخرج اكثر من الثلث. قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. لا تنتهي الأسئلة. إيش؟ الورثة غايبين. غايبين؟ نحفظ لهم حقهم. ننظر احنا الآن نجمع الورثة، نتصل وسائل اتصال وكذا وننظر ماذا يريد. أرادوا بقاء التركة ما في إشكال، لكن نعطي كل إنسان ما يستحق نقول لك كذا وكذا، حتى مثلا يعني مثلا ترك القحطاني بقر، ترك ايش؟ بقره. طيب البقره هذه، قال البقره لا نريد نذبحها، نحلب ونشرب. ترك لنا خير. طيب الا الزوجه. جاءت الزوجه وقالت لا انا اريد نصيبي بالبقره. اريد اتزوج واذهب اشوف حالي. طيب ايش نصنع؟ نقطع لها من البقرة ما نستطيع. فقالوا هنا نرجع إلى النسبة المئوية، نرجع إلى نسبة المئوية. ايش ترك القحطاني؟
قال القحطاني ترك بقرة معروف، ترك زوجة وأخ شقيق، زوجة وأخ شقيق، يعني الزوجة لها كم؟ ربع البقرة، مفهوم؟ بالنسبة المئوية لها كم؟ 25%. فتأتي للأخ الشقيق تقول تشتري نصيبي في البقرة؟ قال نعم. كم؟ 500 ريال. قال هذه 500 ريال وتنازل عن نصيبك في البقرة. أو تأتي بالشيخ وليد يشتري ويدخل مع الأخ الشقيق بماذا؟ بالربع. مفهوم يا إخواننا؟ كل شيء يقسم عند الفرضية، مفهوم؟ بإذن الله تعالى. إذا مات الرجل لسه ورثته ما تقسم. أيوه. كيف كيف يعني؟ يعني الرجل مات بس هو ورثته من أبوه لسه ما تقسم. مناسبات. ناخذ الورثة اللي من أبيه ونقسمها على ورثة. نعم. المسألة هذه إذا وافق إذا ما استطاع الأخ أن يشتري نصيب ايوه وش تبغى نصنع؟ احنا علينا نقسم، نجبر ما نستطيع نجبر احد لا على القسمه ولا على البيع. نسعى دائما الى الاصلاح بين الورثه، مفهوم الشيخ؟ دائما تسعى الى الاصلاح، مو الافساد بين الورثه، تقول والله كف حقك وكذا، لا، تقول تعالوا نتصالح ونصنع لكم مجلس ولا بد ان تتنازل عن شيء وكذا، مفهوم يا اخي؟ الله سبحانه وتعالى قال: والصلح خير. مو الصلح بين الزوجين، لأن الآيات كانت في سياق الخصومة بين الزوجين، ثم قال الله سبحانه والصلح خير، يعني كل صلح يشمل الصلح بين الزوجين، بين الأقارب، بين الورثة، بين كل شيء. مفهوم يا شباب؟ بقي شيء؟ ما بقي شيء. طيب، نصيحة، اعتبر أن الآن بدأت الدورة. مفهوم الصانع؟ الآن بدأت الدورة، ما انتهت. الآن بدأت الدورة. قبل كان عندك إشكال مع الفرائض، صح؟ كان بينك وبين الفرائض خصومة، وبعض الناس يخوفك من الفرائض، الشيخ علي يقول الفرائض صعبة. وخرجت الفرائض كلها إيش؟ مسائل سهلة تتمرن عليها. فمن اليوم اعتبر أن الدورة بدأت. المذكرة تعيدها من جديد. ترجع إلى أول شيء، إلى تدوم الوارثين الوارثات أسباب الإرث موانع الإرث، تسمعها وتضبط الشروط وتبدأ تحل مسائل النصف، مسائل الربع، مسائل الثمن، الثلثين، تعيد المسائل كاملة. ما عندك مصحح هنا، ادخل على الموقع يصحح لك مع زملائك. كل ما تقابل واحد من زملائك، أول ما تقابل الشيخ وليد، السلام عليكم، وعليكم السلام، اذكر لي الوارثين من الذكور، مسألة فيها ابن وبنت وأم، حلها، مفهوم؟ وهكذا. فيا شباب، يعني الآن بقي معكم تثبيت المعلومات، الله يثبتني وإياكم على طاعته، بقي بس تثبيت المعلومات. والصغار العلم لا يعرف صغير وكبير، إن أكرمكم عند الله أكبركم أتقاكم، مفهوم؟ اكتب، حل، وحاول مع أصدقائك، مع كذا، مجلس تعاون ما هو مشكلة الآن، تعاونوا فيما بينكم واجلسوا ما في إشكال. انقلب مجلس التعاون إلى ملعب تعاون قبل المغرب، وبعضهم شفعوا ولا أردنا أننا، المهم نصنع ما نصنع، لكن الحمد لله. يا أخواننا، أنت تظن يا شباب الإسلام، أنت تظن أن ابن عثيمين رحمه الله كان يلعب كرة؟ تظن يا علي؟ ها؟ لا، ما تظن، لكن ممكن تلعب كرة مرة في السنة، ممكن، ما في إشكال، هي مرة في السنة، إيش المشكلة؟ العب، ما أحد يقول لك لا. أما كل يوم تلعب، إذا كل يوم تلعب كرة إيش يقال عنك؟ لعاب. كل يوم تدرس، طالب علم، صحيح. كل يوم تضحك، ضحاك، صح. قيمة المرء بما يتقي، صح؟ اي نعم. الان مثلا اتقن الفرائض، اشغل عنه فرضي، ما شاء الله. اتقن حفظ القران، يقال حافظ، صح؟ حافظ ابن حجر العسقلاني، هذا يحفظ السنه ما شاء الله، مفهوم؟ امام امير المؤمنين في الحديث، قال امير المؤمنين في الحديث من؟ الامام البخاري رحمه الله تعالى مثلا،
طيب اي نعم. فاخواننا قيمة المرء بما يتقن، كورة تركها ما تستفيد منها شيء، خليك مع العلم مع الكتابة مع الدرس، عيدوا المذكرة، ادخلوا على الموقع. انا والله اخواننا ما اقول الموقع عشان موقعي، لكن انا اريد ان المعلومات تثبت عندكم وتصحيح وشهادة، ممكن تكون شهادة زور ممكن، فانت لا تجعلها شهادة زور، اجعلها شهادة شهادة حقيقية، شهادة صدق. علموا يا اخواننا، انشر العلم، اسمع لا تتفلسف، اللي اخذته علموا الناس، تفتي لا تفتي، مفهوم؟ سألك اي احد من الطلاب قال الوارثين من الذكور 15 وارثات 10، لكن لا تفتي تقول والله كذا وكذا وكذا، لانك ما اخذت هذه المسألة، مفهوم؟ فانت المسائل اللي ضبطتها يا اخي علمها الناس، تساعدوا فيما بينكم، راجعوا، لان لو نريد باذن الله تعالى ناتي المرة القادمة لا ندرس فرائض، ممكن ندرس مثل ثاني في الفرائض، ناخذ بعض المسائل كذا، يعني ناخذ مثلا اذا كانت الدون اكثر من التركة، او ناخذ مثلا وصية مع التركة وكذا ممكن، لكن نريد اولا تثبت هذه المعلومات اللي اخذناها. طيب اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اخواننا والله أنا لست بأفضل منكم، ولو كان بدر مني شيء في الدرس مع الطلاب مجلس التعاون أو غيره اسمحوا لي، والله لست بأفضلكم، لكني إن شاء الله خير لكم، والله ما أردت إلا الحرص عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ويغفر لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خير.